لما سألوا زين الدين زيدان وأبو تريكة هتعتزلوا إمتى؟ كان ردهم واحد، لما جسمي يبقى مش قادر ينفذ اللي في عقلي. ولو سألت مين أفضل ظهير أيمن في العالم مع أرنولد، ما أعتقدش إن في حد هيختلف إنه ريس جيمس. تشيلسي ومع الإدارة الأمريكية الجديدة قررت إن وجهة الفريق وكابتنه هيكون هو، وده برغم إن عمره وقتها لم يتعدى 23 سنة. ادوله الشارة لكنه معرفش يلبسها، وللأسف مسيرته أصبحت مهددة. ياه، عارف جيمس ده بيفكرني مين؟ بماركو فان باستن، أسطورة هولندا وحامل الكرة الذهبية 3 مرات وصاحب هدف الفوز الأيقوني في نهائي أمم أوروبا 88، لكنه اعتزل وهو 28 سنة بس. اعتزل بدري كده ليه؟ بسبب إصابة في كاحله، ويوم اعتزاله بكى عليه مدربه الأسطوري في الميلان أريجو ساكي. يا ترى الإنجليزي هيبقى زيه؟ معرفش، لكنه قال مؤخرا: جميع العقبات التي واجهتها قد تكسرك، العودة قريبة.